بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة، طفل صغير دعاء معناه دعاء حوله على الجنازة على له له ولا لوالديه، يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده، أما الطفل اللي ما كلف صغير مات سنة شهور فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة أن يبدله خيرا منه، أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟ يعني هذا أفهم من شعورك الله يغفر فيك أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟ أنا ما أعلم لا هذا ولا هذا أو لا يحضرني شيء من هذا، لا ليش البحث هنا التسبيلة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة دعاء الميت، يعني يبقى لأهل الميت الدعاء المحفوظ محفوظ بس الله يجزاك خير. على الشخص السائل عليها اللهم اغفر له على الجمال غير ما أدمه الحضور مشغول تابع الله عامل محاوض اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبة للطفل فيما يحضرني الآن. فإن جاء فتبع للنص اللهم اجعله ذكرا لوالديه وقصه اللهم ثقل به موازينه ان جاء اما اختراع فنحن ما نخترع. شيخنا بارك الله فيك، ما علم ثبوت الزياده عن 4 تكبيرات في صلاه الجنازه، لكن هل العله في هذه الزيادات كما يقول البعض ان النبي او من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانه هذا الرجل، يعني كونه عزيز او عظيم في قومه فيصلى عليه اكثر من 4، ام خلاف ذلك؟ بارك الله فيك.